بس كلام. حابة نسألك الأغنية أغنية الله يصبرنا هي سينجل أم ضمن ألبومك الأخير اللي كل مرة تنزل من أغنية في قناتك على اليوتيوب؟ هي الآن سينجل. طبعا شركة النجوم اللي هي شركة يشرف عليها الأستاذ أشرف الأسود عمل مجموعة كبيرة من السديهات يعني. وعمل مجموعة من السينجل يعني، هذه واحدة من ضمن الأشياء، لكن مش شرط إنها تكون سينجل واحدة يعني، حتكون ضمن ممكن تكون واحدة من السديهات العربية. لما احنا نعمل مجموعة سدي عربي يعني سدي خاص عربي، ما فيش عمل، ممكن في عمل واحد ليبي يعني، والباقي كله من المغرب، من الجزائر، من تونس، من سنجل يعني، كل متنوع يعني بين المغرب والجزائري والليبي. ان شاء الله باذن الله تعالى، وهذا موجود في السدي، حينزل ان شاء الله الفتره الجايه، السنه القادمه ان شاء الله يطبعوا فيه. الان هم 3 سديهات حنزلوا، حيكونوا جاهزين يعني، ممكن ينزلوا 2 ويبقى واحد يعني في نهايه السنه 19. وممكن لكن يعني لدعم المناورة الموجود بأعمال الجديدة وفي اليوتيوب وفي يعني يبقى في كل مكان الموجود. أيوة. طيب بما أن ذكرنا قناتك على اليوتيوب، خلونا نذكروا المستمعين والمشاهدين اللي حاب يسمع أغانيك وكل جديدك يخش على قناتك أكيد في اليوتيوب، عبد الله الأسود بالعربي صح؟ بالعربي صح، بالعربي، ويسمع كل كده او يشوف في يعني في الفيس من غير صفحتك على الفيس ما شاء الله يعني متفاعله. لا من غير صفحتي الشخصيه، لا صفحه ثانيه، صفحه اخرى هي متفاعله جدا ما شاء الله، هي يعني ما بين تونس وليبيا، هي اسمها محبي الفنان عبد الله الاسود بالعربي، وبالعربي تكتبها يعني محبي الفنان عبد الله الاسود. هي طبعا موقفينها احنا الفتره هذه، هي وصلت 100,000 ما شاء الله مشارك كويسه يعني، قريب 6,000 يعني بين تونس وليبيا ما شاء الله، بين تونس وليبيا، وان شاء الله حتتفاعل الفتره الجايه. يا ريت نشوف اكيد فانز من المغرب والجزائر ان شاء الله، اكيد متفاعلين اكيد حتى هم معك اكيد ان شاء الله. واضح فين مش بس كلام.